كما تمكن المنتخب اليمني من التأهل إلى نصف النهائي من المنافسة العربية على حساب منتخب السودان بعد فوزه بهدف دون رد عن طريق ركلة جزاء، ليلتحق اليمن بالمنتخب الوطني في نصف النهائي في مشاركة إيجابية له بهذه الدورة. التغطية لشريف مخلوف. في الموعد غيرنا اسلوب اللعب في البدايه، لعبنا في لحظات ب 4-4-2، كنا نلعب ننهق دائما طريقه لعب 4-2-3-1. اليوم في الحاله الدفاعيه كنا نلعب ب 4-4-2 مع وضع عادل عباس في المقدمه مع البرواني، والحمد لله استطعنا ان نستفيد من خطا دفاعي ترجمنا ركلات الجزاء الى هدف، حافظنا على الهدف، تحكمنا بريت المباراه، يعني بعض الفرص، لكن ما 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 ما, ما في فرص صريحه يعني قدر يصنع المنتخب السوداني. دقيقه يعني الشوط الاول فعلا يعني اتفق معك تماما، المنتخب لم يظهر بالمستوى الجيد، لكن مع ذلك اضيعنا فرصه انفراد محققه، فيها صوت طالع كبير جدا للاعبنا ما سجل منها، ضربه جزاء مشكوك فيها وكالعاده طبعا احنا يعني انا والله ما بحب اتكلم عن التحكيم، لكن خلي الناس تراجع يعني ضربه جزاء مشكوك فيها اليوم هم ونحن ضربه جزاء محليا تمكن